مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى، وهذه تغطية مستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز، والتي نخصصها لقمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا خلال استقباله نظيره الأمريكي جو بايدن في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ COP27، مشيرا إلى أنه تم إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في مصر ومبادرة للحوار الوطني، كما توجد لجنة للعفو الرئاسي للنظر في القوائم التي تستحق الإفراج، مؤكدا أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد، فيما أشاد بايدن بالدور المصري في القضية الفلسطينية وموقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية، معربا عن شكره للرئيس السيسي على استضافته ودعوته لحضور قمة المناخ COP27، مشيرا إلى أن مصر المعروفة بأم العالم بأكمله هي المكان المناسب لانعقاد هذه القمة. مزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ بشير عبد الفتاح، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أرحب بك أستاذ بشير. تحية لحضرتك أستاذ محمد والأستاذ المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ بشير. بداية نبدأ من حيث استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقامت باستقباله الدكتور هالة السعيد، كيف راقبت ذلك؟ حقيقة الأمر أن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة المناخ COP27 تعطي زخما لافتا لهذه القمة ولهذه الدورة، وتعكس حرص الرئيس الأمريكي رغم انشغاله بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس والوضع الحرج للحزب الديمقراطي في مواجهة منافسه الجمهوري. هذا يوضح إلى أي مدى القيادة الأمريكية حريصة على المشاركة في فعاليات إنقاذ هذا الكوكب، وأيضا على التواصل مع مصر وقيادتها في هذه الظروف، ذلك تقدير لقضايا المناخ وتقدير أيضا للدولة المصرية وقيادتها. وأتصور أن هذه المشاركة ستسفر عن نتائج إيجابية على أكثر من صعيد فيما يخص قضايا البيئة والمناخ، لأن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مسهم في الانبعاثات الغازية الضارة، فضلا عن أن الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم، ومن شأن مشاركتها وضخها مزيد من الأموال من أجل عمليات إعادة التكيف والتحول نحو الطاقة المتجددة ستساعد كثيرا على خروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تختلف عن كل الدورات السابقة 26 المنعقدة، فضلا عن أنه سيعطي مزيد من القوة للعلاقات المصرية الأمريكية، حيث ستناقش الجوانب المختلفة لهذه العلاقات التي توصف بالاستراتيجية، وهي استراتيجية لأنها تمتد لقرابة 100 عام ولا تتغير بتغير الرؤساء سواء في مصر أو أمريكا، لأن مصالح الدولتين أكبر بكثير من تغير القيادات، كما أن ما يجمعهما أكبر مما يمكن أن يفرقهما. نعم، نأتي إلى سؤالي. استقبال الدكتور هالة السعيد للرئيس الأمريكي في المطار، بروتوكول؟ طبعا هذه أمور بروتوكولية. الرئيس الأمريكي لم يأتي في زيارة خاصة للقاهرة ليلتقي الرئيس السيسي فحسب، وإنما هو جاء للمشاركة في مؤتمر دولي، ولهذا المؤتمر رئاسة أو قيادة ولجنة منظمة وبروتوكول معين في عمليات الاستقبال وأشياء من هذا القبيل. كما أن الدكتورة هالة السعيد يعني مسؤولة ووزيرة في الحكومة المصرية، ولها دور في عملية التنظيم الخاصة بقمة المناخ، علاوة على أنها وجه مصري مشرف باعتبارها أستاذة أكاديمية قبل أن تكون وزيرة. وأعتقد أن هذا الأمر يعكس الثقل المصري، مثلما يعكس أيضا ترحيبا لافتا بالقيادة الأمريكية. وأتصور أن هذه الأمور تتم في سياق بروتوكولي متفق عليه ومتعارف عليه دوليا. يعني قبل أن نتطرق لتفاصيل ما جرى بين الرئيسين السيسي وجو بايدن، لكن حالة من حالات الود كانت سائدة خلال هذا اللقاء. نعم، كان لافتا للغاية حالة الود التي تجمع الرئيسين الأمريكي والمصري، وهذا يعود إلى إدراك القيادة الديمقراطية لأهمية مصر ومحورية دورها، ليس فقط من خلال استضافتها لهذه القمة الناجحة،
ولكن لأن مصر يعني تعتبر حجر الزاوية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية في كل المشاريع والاستراتيجيات الخاصة بإقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة، ليس فقط لحماية المصالح الأمريكية وإنما لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة، باعتبار أن مصر صانع سلام والولايات المتحدة تدرك هذا الأمر. وقد سبق للرئيس الأمريكي أن اتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة إبان توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتدخل مصر لنزع فتيل التصعيد إبان هذه التوترات، وهذا يعكس مدى إدراك القيادة الأمريكية للدور المصري. أيضا هناك متابعة أمريكية دقيقة لما تشهده مصر من تطورات اقتصادية وسياسية وعلى كافة الصعد، وقد أحسن الرئيس السيسي حينما عرض أمام الرئيس الأمريكي وأمام الجميع ما أنجزته مصر من يعني إنجازات. سنأتي إلى ذلك أستاذ بشير، لكن تحدثت عن الرئيس الأمريكي بين قوسين الديمقراطي، جاءت رؤوس الحكم في أمريكا، فقط لم يأتي جو بايدن بمفرده ولكن سبقه نانسي بيلوسي وكبار قادة الإدارة الأمريكية. ما هي الدلالة في ذلك برأيك؟ الدلالة أولا الاهتمام الأمريكي بقضايا البيئة والمناخ، يعني هناك إدراك من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الإدارة الديمقراطية بمثل هذه الملفات، خلافا للجمهوريين على سبيل المثال. يعني الرئيس ترامب الجمهوري انسحب من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، عاد إليه جو بايدن، وهذا يعكس مدى اهتمام الديمقراطيين بقضايا البيئة والمناخ وإدراك تأثيرها على الاقتصاد وعلى مستقبل الإنسانية جمعاء. الأمر الثاني الاهتمام بالتقارب ومزيد من التقارب مع القاهرة. نانسي بيلوسي عقدت مباحثات مع الرئيس السيسي، وأيضا موجود جون كيري وهو أيضا ديمقراطي، وأعتقد أن من جاءوا بصحبة الرئيس الأمريكي أيضا كمستشار الأمن القومي ووزير الخارجية، يعني كل هؤلاء ستتم مباحثات برغم الزيارة القصيرة، إلا أنه سيتم استقبالها على نحو أكمل من أجل يعني توثيق عرى التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. كما يجب ألا ننسى أن هذه الكثافة الأمريكية أيضا ستتحول إلى منابر أخرى حيث قمة العشرين التي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي ويجري مباحثات مع نظيره الصيني بشأن ملامح النظام الدولي القادم وشكل العلاقات الأمريكية الصينية التي ستحدد ملامح النظام العالمي الجديد. ربما تحدثنا كثيرا في شكل الزيارة، أخذك أستاذ بشير عبد الفتاح إلى المضمون، والمضمون يخرج من ثنايا التصريحات من الطرفين، بداية أبرز الرسائل التي رصدتها أو رصدتها في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرسائل أولا الحرص على استبقاء البعد الاستراتيجي في العلاقات المصرية الأمريكية، بمعنى أن رغم أن مصر تنوع علاقاتها مع الصين، مع روسيا، مع الهند، مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لا يأتي على حساب العلاقات المصرية الأمريكية وإنما يتوازى معها، حيث لا تزال مصر حريصة على استبقاء كل أواصر التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات. الأمر الثاني أن لا منغصات للعلاقات المصرية الأمريكية حتى بما فيها ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولأول مرة يعني تتجاسر قيادة مصرية على طرح هذا الملف علانية وبكل قوة وشفافية مع القيادة الأمريكية وتعرض وجهة النظر المصرية. نحن نؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان لكن في إطار خصوصية الحالة المصرية، لا يمكن أن نقيم عملية استنساخ سياسي للديمقراطية الأمريكية أو لنموذج حقوق الإنسان الأوروبي في مصر، ولكن نحن نتحرى خصوصية الحالة المصرية في هذا السياق ونراعي التدرج في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية المرتبكة خصوصا بعد ما جرى في عام 2011. لذلك كان هناك نوع من الجرأة، كان هناك نوع من الصراحة، كان هناك ثقة بالنفس في عرض هذا الملف، ولم يعد نقطة ضعف تخشى منها القيادة المصرية سواء في الحوارات الصحفية مع الإعلاميين الأجانب أو مع المسؤولين الرسميين الأجانب أيا كان مستواهم. لذلك أعتقد أن هذه الصراحة والشفافية من الرئيس السيسي في التعرض لهذا الملف الشائك والحساس من شأنها أن تطوي هذه الصفحة كلية وأن تنهي ما يسمى بالفشاعة أو بورقة الضغط. أعتذر منك وأشكرك، كنت معي هاتفيا أستاذ بشير عبد الفتاح خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. الآن نذهب بكلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هناك. I'd like to thank our host President Sisi for bringing us together at this pivotal moment. Thank you Mr. President.
Let me start by acknowledging that this day is a day of commemoration at home in the United States. It's Veterans Day. America's veterans and their families, survivors and caregivers, are the very قلب وروح الولايات المتحدة. وفي هذا اليوم الهام وفي كل يوم أحييهم على التضحيات التي قدموها لوطننا. وأود أن أشكر بشكل خاص أحد المحاربين القدامى الأمريكيين الفخورين، وهو صديق عزيز حاز على ميداليات كثيرة، صديقي العزيز والمبعوث الخاص للمناخ السيد جون كيري. يا جون، إن التزامك وشغفك وحنكتك الدبلوماسية كلها كانت حيوية لتحقيق التقدم الهائل في مجال المناخ الذي أنجز في السنتين الأخيرتين. شكرا يا صديقي. هنا في مصر حيث الأهرامات والأثار العريقة، الشاهد على عبقرية البشرية على مدى الألفيات، نرى أن رسالتنا هي منع حصول كارثة من والاستفادة من فرصة إنشاء اقتصاد جديد بالطاقة النظيفة. هذا ضروري لحاضرنا ومستقبلنا وفي كتب التاريخ. وفقاً لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية، فالسنوات الثمانية الأخيرة كانت الأحر في العالم. في الولايات المتحدة نرى جفافاً تاريخياً وحرائق في الغرب وأعاصير وعواصف مدمرة في الشرق. وهنا في أفريقيا حيث نرى الكثير من أمم العالم الأكثر تضرراً من تغير المناخ وتعرضاً لانعدام الأمن الغذائي والجوع، نرى هذه الظواهر تلي الجفاف الشديد في قرن أفريقيا منذ 4 سنوات. وفي نهر النيجر في غرب أفريقيا نرى العيث بالحياة التي يعيشها الصيادون والمزارعون. في نيجيريا أكثر من 600 شخص قتل بالفيضانات ومليون و300 ألف هجروا، ومسارات هجرة المواشي تتغير بعد مئات السنين وتعرض للخطر الرعاة والمزارعين. إن تغير المناخ مهم من أجل الأمن البشري والأمن الاقتصادي والأمن البيئي والأمن القومي وحياة كوكبنا. فاليوم أود أن أحدثكم عما تفعله الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة المناخية بحزم وعزيمة لضمان كون الكوكب أكثر نظافة وأمانا وصحة من أجلنا جميعا. منذ اليوم الأول الذي توليت فيه الرئاسة، فإن إدارتي نفذت برنامجاً طموحاً للتصدي للأزمة المناخية وزيادة الأمن في مجال الطاقة في الوطن وعبر العالم. فقد انضممنا مجدداً وفوراً اتفاق باريس، وعقدنا مؤتمرات كبرى بشأن المناخ على مستوى القمة. وأعتذر عن خروجنا من ذلك الاتفاق. أعدنا إنشاء منتدى الاقتصادات الكبرى لدفع البلدان في العالم على زيادة طموحاتها المناخية. وفي العام الماضي في غلاسكو في مؤتمر الأطراف 26 ساعدت الولايات المتحدة على التوصل إلى التزامات حيوية، بحيث أن ثلثي الاقتصادات في العالم التي تشكل ثلثي الناتج العالمي الإجمالي في مسار لمنع الاحترار بما يزيد عن درجة ونصف. وفي السنتين الأخيرتين حققنا تقدماً لم يسبق له مثيل في الوطن باستثمار على مدى الأجيال وبتعزيز البنية التحتية. نحسن شبكة الكهرباء من أجل الطاقة النظيفة، ونوسع شبكات النقل العام وبسكة الحديد، ونبني شبكة وطنية لشحن العربات الكهربائية. وفي هذا الصيف اعتمد الكونغرس الأمريكي قانونا صدقت عليه، ويعتبر أكبر وأضخم قانون مناخي في تاريخ البلاد، قانون تخفيض التضخم. يشمل أقل مما طلبت به ولكن مبلغ هائل، وهو 368 مليار دولار، وهذا لدعم الكهرباء النظيفة.
من الرياح البحرية العائمة إلى الطاقة الشمسية وعربات صفرية الانبعاثات ووقود الطيران المستدافة والمزيد من الكفاءة في الطاقة في المباني وتنظيف العمليات الصناعية والزراعة والحراجة المواتية للمناخ. وحسب وزارة الطاقة فهذا القانون الجديد سيسمح بتخفيض انبعاثاتنا بحلول عام 2030 بمليار طن سنويا، بما يطلق العنان لنمو اقتصادي مولد بالطاقة النظيفة. واستثمارنا في التكنولوجيا من البطاريات الكهربائية إلى الهيدروجين سيفتح جولة من الابتكار ويخفض التكاليف ويحسن تكنولوجيا الطاقة النظيفة التي ستتاح لأمم العالم وليس فقط للولايات المتحدة، وسيساعد ذلك على التحول إلى مستقبل منخفض الكربون أقل تكلفة للجميع ويعجل إزالة الكربون داخل وخارج حدودنا. في الواقع وكالة الطاقة الدولية استنتجت مؤخرا أن استثمارنا الهائل في المناخ سيساعد على إطلاق العنان لدفعة جديدة في اقتصاد عالمي ناشئ بالطاقة النظيفة. هذا سيغير كل شيء في الولايات المتحدة والعالم. وقد صدقنا أيضا على تعديل كيغالي من أجل تعبئة العالم في تخفيض إنتاج واستهلاك الكلوروفلوروهيدروجينات وغازات الدفيئة وآثارها المضرة تتضاعف عن ثاني أكسيد الكربون بآلاف المرات. وبالأمس اعتمدت الولايات المتحدة قرارا يجعل من الحكومات أولى الحكومات التي تقتضي من الموردين الفيدراليين الكشف عن انبعاثاتهم ومخاطر المناخية التي يتحملونها وتحديد أهداف لنفسها بما يتماشى واتفاق باريس. وكأكبر مستهلك في العالم حيث ننفق 630 مليار دولار في السنة، فإن الحكومة الأمريكية تطبق فعليا ما تتعهد به ماليا بتعزيز المساءلة عن مخاطر المناخ والقدرة على المقاومة. وهذا يسمح بتثبيت الاستثمار في البنية التحتية وتخفيض التكاليف الخاصة بالطاقة النظيفة وفتح فرص عمل محمية بالنقابات وذات دخل جيد لعمالنا الأمريكيين وتحقيق عدالة بيئية لمجتمعاتنا الأهلية. نحن نثبت أن السياسة المناخية السليمة هي سياسة اقتصادية سليمة. هذا أساس متين للنمو الاقتصادي الشامل والصامد والمستدام. هذا يسمع بتحقيق التقدم في القطاع الخاص وفي العالم. ونتيجة كل هذه الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية تعني أننا في سبيلنا لتحقيق هدفنا في اتفاق باريس لتخفيض الانبعاثات بنسبة 50 إلى 52% بحلول 2030 بالمقارنة مع 2005. اسمحوا لي بالتشديد على أهمية ما أقوله. أنا اقترحت أول مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي حول المناخ في عام 86، والتزامي بهذه القضية لم يتوقف. واليوم أخيرا أستطيع أن أقف أمامكم رئيسا الولايات المتحدة وأقول بكل ثقة إن الولايات المتحدة سوف تفي بأهدافها حول الانبعاثات بحلول عام 2030. إننا في صراع مع الزمن وسنقوم بواجبنا لمنع حصول ما سماه الأمين العام بالجهنم المناخي. نحن لا نتجاهل ما يمكن أن يدعو إلى التشاؤم. صحيح أن هناك كوارث كثيرة وخاصة في البلدان التي توجد لديها موارد محدودة للاستجابة لها والتعافي منها. ولذلك في العام الماضي تعهدت بالعمل مع الكونغرس لزيادة الدعم الأمريكي 4 أضعاف للتمويل المناخي وتقديم 11 مليار دولار سنويا بحلول عام 2024، بما في ذلك 3 مليارات للتكيف. ولذلك
سوف نمول خطة الطوارئ للتكيف والقدرة على الصمود مسمات prepare لمساعدة أكثر من نصف مليار في العالم في البلدان النامية للاستجابة لتغير المناخ، وقد طلبنا ملياري دولار لخطة prepare في هذا العام، وأنا سأضمن تمويل كل هذه المشاريع بالكامل. واليوم كدفعة أولية نعلن عن مبلغ 150 مليون دولار لمبادرات تدعم خطة prepare للتكيف في أفريقيا، بما في ذلك برنامج التكيف في أفريقيا، وهذا مجهود انطلق بالاشتراك بين مصر والولايات المتحدة في حزيران يونيو، وهذا يشمل توسيع نظم الإنذار المبكر لتغطي أفريقيا وتوسيع فرص التمويل المناخي وتعزيز الحماية من المخاطر وتعزيز الأمن الغذائي وتعبئة القطاع الخاص ودعم مركز جديد للتدريب في مصر لتعجيل جهود التكيف عبر القارة الأفريقية. كما أن إدارتي ساهمت للمرة الأولى في صندوق التكيف في العام الماضي، وفي هذا العام نتعهد بمضاعفة هذا المبلغ ليكون المبلغ الإجمالي 100 مليون دولار، كما أننا نؤكد أن كل دولار ننفقه سينفذ أكثر ما يمكن تنفيذه، وهذا بفتح الأبواب لمصادر أخرى للتمويل وتريليونات من الاستثمار من القطاع الخاص نعرف أننا سنحتاج إليها، كما أننا ندعم الدرع العالمي وهو مبادرة لمجموعة السبعة لتعزيز حماية البلدان الضعيفة أمام المناخ بما في ذلك الخسائر المناخية والاستجابة بسرعة للأضرار المناخية، والشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار بقيادة مجموعة السبعة تعمل على تلبية الاحتياجات الحيوية في البنية التحتية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط مع التركيز على المناخ، والمشاريع التي نيسر مبنية على الشفافية والشراكة وحماية العمال والبيئة. ومن المشاريع الكثيرة الجاري تنفيذها الشراكة بين الشركات الأمريكية وحكومة أنغولا لاستثمار مبلغ ملياري دولار لبناء مشاريع جديدة للطاقة الشمسية في أنغولا وفي كل مكان في العالم. التكيف مع التغير في المناخ في أفريقيا والعمل من أجل التحول في الطاقة يعني فتح فرص عمل جديدة وجيدة والدفع عجلة النمو الاقتصادي وعدم ترك أحد خلف الركب، إذ نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. السنوات الأخيرة أعرف أنها كانت صعبة، والتحديات المترابطة التي نواجهها قد تبدو منهكة، والاضطرابات التي نراها عبر العالم خاصة مع حرب روسية الشرسة على أوكرانيا تزيد من تفاقم النقص في الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة ويزيد من تقلب الأسواق في مجال الطاقة، وهذا يزيد أيضا من التضخم العالمي. وفي ظل كل ذلك من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى أن ننفذ ما تعهدنا به في مجال المناخ، فالحرب الروسية إنما تزيد من ضرورة تحويل اقتصادنا لعتق أنفسنا عن الوقود الأحفوري. والأمن في الطاقة يعني أن كل دولة ستستفيد من مستقبل يستخدم الطاقة النظيفة والمتنوعة، ولا تستطيع دولة واحدة أن تستخدم الطاقة كسلاح وأن تأخذ الاقتصاد العالمي رهينة. هذا الاجتماع ينبغي أن يكون لحظة نؤكد فيها على استعدادنا لكتب صفحة جديدة أجمل لعالمنا، فلنستند إلى هذا التقدم المناخي العالمي لنزيد من طموحاتنا ونعجل من جهودنا. فالأدلة العلمية واضحة بجلاء، لابد من إحراز تقدم حيوي بحلول نهاية هذا العقد. لهذا تعبئ الولايات المتحدة كل العالم للانضمام إلى كل من يحدث تغييرا فعليا في المناخ، وأطلقنا في العام الماضي إحدى هذه المبادرات التي تغير اللعبة مع رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة فون دير لايدن في التعهد العالمي بشأن الميثان. بدأنا مع الاتحاد الأوروبي و 8 بلدان أخرى في غلاسكو، هذا زاد ليشمل 100 بلدان، فالميثان أخطر من الكربون بثمانين مرة ويمثل نصف مسببات الاحترار بالقيمة الصافية، فتخفيض الميثان بنسبة 30% بحلول 2030 أفضل وسيلة للاحتفاظ بهدف الدرجة والنصف.
واليوم نعلن عن خطة عمل جديدة لتخفيض انبعاثات الميثان توضح كيف نلبي هذا العهد. نستثمر أكثر من 20 مليار من الدولارات في التخفيف من الميثان محليا لوضع حد أقصى على الآبار اليتيمة التي تسرب الميثان وتحسين أجهزتنا الصناعية في قطاع النفط والغاز واعتماد تنظيمات جديدة بما في ذلك اقتراح صادر عن هيئة حماية البيئة لتعزيز المعايير النموذجية بشأن الميثان في قطاعات مختلفة وخاصة من أكبر مصادر الميثان للتأكد من أن الميثان لا يؤثر على الصحة العامة. وككل فإن هذه الخطوات ستخفض انبعاثات الميثان الأمريكية من المصادر التي نغطيها في هذه الخطة بنسبة 87% بحلول عام 2030 بالمقارنة مع 2005. وهناك عامل آخر يغير قواعد اللعبة وهو الحفاظ على البيئة الطبيعية في حوض الكونغو، الغابات والأراضي في أفريقيا أو في حوض أمازون في جنوب أمريكا، في غاباتنا وأراضينا الرطبة في الولايات المتحدة. الحفاظ على الطبيعة أفضل حل للمناخ، والشعوب الأصلية تعرف منذ عهد طويل كيف تفعل ذلك. هنا في مؤتمر الأطراف 27 نشارك في ترأس شراكة الغابات والمناخ لكي نخطو خطوات سريعة وفعلية لوقف إزالة الغابات. والجميل هنا أننا لسنا بحاجة لتكنولوجيات جديدة، وإنما أن نؤكد أن الغابات أكثر قيمة عندما نحافظ عليها بدلا من تدميرها. وينبغي أن يساهم كل من يستطيع أن يساهم لمساعدة هذه البلدان على الحفاظ على غاباتها. نحن نحشد جهود شركاء من القطاع العام والقطاع الخاص والجهات الخيرية لكي تكون النظم البيئية الصحية في قلب الاقتصادات السليمة والصحية. هذا يقتضي تضافر جهود جميعنا. ينبغي أن نعبئ قدراتنا للتصدي للانبعاثات في قطاعات اقتصادية مثلا في الشحن الدولي، فإن كان الشحن البحري قطاعاً منفصلاً من الاقتصاد لاعتبر عاشر أكبر مصدر للانبعاثات في العالم. وبالتالي فإننا مع النرويج اعتمدنا التحدي الأخضر للشحن. وفي هذا المؤتمر لقينا عشرات التعهدات من الحكومات والموانئ والشركات الخاصة لتيسير وجود ممرات للشحن البحري الأخضر لمواءمة هذا القطاع مع هدف الدرجة والنصف. ولو عجلنا من وتيرة هذه العوامل التي تغير قواعد اللعبة يمكن أن نحقق هدفنا وأن يظل هذا الهدف في متناول اليد. ولكن لتغيير المسار بشكل دائم لابد أن يقوم كل بلد بدوره، وهنا ينبغي أن نجدد طموحاتنا ونرفعها. والولايات المتحدة تقوم بدورها وعلى الكل أن يقوم بدوره. هذا واجب كل القادة في العالم، والبلدان القادرة ينبغي أن تساعد البلدان النامية لكي تتخذ الإجراءات اللازمة. وينبغي تيسير التحول في الطاقة وبناء مسار من أجل الازدهار يتماشى مع مقتضيات المناخ. إن كانت البلدان بوسعها أن تمول الفحم في البلدان الناوية، فيمكنها أن تمول الطاقة النظيفة في البلدان النامية. ويسعدني أن أعلن عليكم اليوم أنه إلى جانب الاتحاد الأوروبي وألمانيا فهناك صفقة ب 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر إلى الطاقة النظيفة. وهذه الصفقة ستسمح لمصر بالحصول على 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 وتحسين 5 جيجاوات من الطاقة المولدة بالغاز، بما يخفض انبعاثات مصر في نطاق الطاقة ب 10%. وسنعمل مع مصر على حجز 4 مليارات من الأمتار
متر المكعب من الغاز الطبيعي حاليا تخسره مصر في الحرق والرياح والتسرب. وبفضل هذا التعاون فإن مصر تصبح قادرة على تحقيق ما وضعته لنفسها كمساهمات محددة وطنيا. إن كان لنا أن ننجح فلا بد أن نقول أنه لم يعد هناك عذر لأحد، الجميع على علم بما ينبغي القيام به. إنني آتي هنا وأنا عازم على نحدث تغييرا جذريا نعرف أننا بحاجة إليه، وهذا من أجل مواجهة الأزمة المناخية للتغلب على عقود من المعارضة والعقبات التي وقعت في وجه التقدم في هذا المجال. ولنؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة قائدا يمكن التعويل عليه في العالم في مجال المناخ، وقد اتخذنا خطوات ضخمة لتحقيق ذلك. وأنا لا أقف أمامكم وحدي، فهذا التقدم إنما يقوده الشبان في مختلف أنحاء أمريكا والشبان في مختلف أنحاء العالم، لأنهم يعرفون مدى أهمية تغير المناخ وهم ملتزمون بهذه القضية، يعرفون ما هو على المحك. هذا هو عالمهم الذي نريد أن نخلقه، ولا يريدون أن يسمحوا لنا بالفشل في هذه المسؤولية. وإذ أنظر إلى وأتذكر ما أنجز حتى الآن أشعر بالتفاؤل. وبالنسبة لما علينا أن نفعله، لابد من أن تكون هناك مؤشرات واضحة للتقدم، وتتخذ الولايات المتحدة خطوات مستدامة لتحقيق أهدافنا. نفي بوعود القيادة والزعامة ومن خلال الدبلوماسية المثابرة والتوافقات والتفاهمات التي نبنيها نطلق منهجيات جديدة ونسترشد بطاقات الشبان والمجتمع المدني والناشطين المناخيين والمجتمعات الأصلية. نعم، التحديات التي نواجهها ضخمة، ولكن قدراتنا أضخم منها، لا يجوز أن نشك في ذلك. فلنمد يدنا لبعضنا البعض لننفتح على المستقبل للعالم الذي نريده، ونعرف أننا نحتاج إليه. كوكب نحافظ عليه لأجيال المستقبل، واقتصاد مولد بطاقة نظيفة ومتنوعة وآمنة، وفرص مفتوحة بالابتكار والتعاون من أجل عالم أكثر ازدهاراً وعدلاً واستقراراً لأطفالنا. هذا هو سبب وجودنا هنا، وهذا هو هدفنا المنشود، وهذا ما نستطيع أن ننجح فيه. أنا واثق من ذلك. شكرا وبارككم الله. إذن استمعنا معكم على الهواء مباشرة إلى كلمة الرئيس الأمريكي من قلب مدينة شرم الشيخ، وبالتحديد COP27. تحدث عن أمور مهمة، وبدأ حديثه بالكلام عن مصر. قال: أحدثكم من هنا من مصر، حيث الأهرامات والأثار العريقة الشاهدة على عبقرية البشرية عبر آلاف السنين. ثم قال: السنوات الأخيرة كانت الأحر على العالم وأيضا على الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدث كثيرا عن بعض الحرائق التي حدثت في بلاده. قال أيضا: أفريقيا هي القارة الأكثر تضررا في العالم، وتعاني من انعدام الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ. وتحدث عن معاناة الأفارقة بالتحديد في نيجيريا وهجرة المواشي في القارة الأفريقية بصفة عامة. قال إن تغير المناخ هو مهم لحياة كوكبنا وأمننا البيئي. تحدث الرئيس الأمريكي عما قامت به بلاده في هذا الإطار، وقال: انضممنا لاتفاق باريس وعقدنا كثيرا من الاتفاقات، واعتذر أيضا عن خروج بلاده من هذا الاتفاق قبل ذلك. في السنتين الماضيتين حققنا إنجازات من شبكات القطار وعمليات الشحن الآمن بيئيا. قال الرئيس الأمريكي أيضا أنه صدق على قانون تخفيض التضخم، والذي يشمل 868 مليار دولار من الطاقة النظيفة. هذا القانون بحسب تعبير الرئيس الأمريكي يسمح بتخفيض انبعاثات
بنسب كبيرة تحسن من استخدام الطاقة، وذلك يستفيد منه كل العالم وليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط. قال أيضا: استثماراتنا في المناخ تساعد على اقتصاد عالمي ناشئ من الطاقة النظيفة. وتحدث عن 608 مليار دولار في السنة، هو الإنفاق الأكبر عالميا في بلاده، وهو يساعد على فتح الكثير من فرص العمل. الأساس المتين للنمو الاقتصادي المستدام هو أمان مناخي سليم، ويساوي اقتصاد سليم بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. قال: اسمحوا لي أن أشدد على أهمية ما أقول. العام 1986 هو أول من اقترح تشريع داخل الكونغرس الأمريكي للحفاظ على المناخ، وهو الآن في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي يتحدث في هذه القضية، وهو رئيس للبلاد. 2030 توعد وقال: سنفي بتعهداتنا بشأن المناخ. نحن في صراع مع الزمن، وسنحارب ما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة جهنم المناخية. نقطة مهمة تحدث عنها الرئيس الأمريكي، حيث قال: سوف نمول خطة التكيف، خطة بريبر، هذا العام، وأعلن 150 مليون دولار لمبادرات تدعم هذه الخطة داخل القارة الإفريقية. وهذا الأمر قال حدث بالتنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتحدث أيضا عن إنشاء مركز في مصر للتعجيل بهذا الأمر. نتعهد بمضاعفة المبلغ المقرر للدعم، وهو 100 مليون دولار، وندعم ما أسماه الرئيس الأمريكي الدرع العالمي، وهو مبادرة لحماية الدول الضعيفة. قال: نحتاج لدعم القطاع الخاص، مشاريعنا مبنية على الشفافية وحماية العالم. ملياري دولار للطاقة الشمسية في أنغولا داخل القارة الإفريقية. وقال أن التحرك في الطاقة النظيفة يتيح الكثير من فرص العمل. السنوات الماضية كانت صعبة، وهنا عرج على الحرب الروسية الأوكرانية والتي وصفها بالشرسة، وقال إنها تزيد من ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم العالمي. الحرب الروسية تزيد اتجاهنا لعتق، بحسب تعبيره، عتق أنفسنا من الوقود الأحفوري. هذا الاجتماع يجب أن يكون صفحة جديدة جيدة لعالمنا. اليوم نعلن عن خطة عمل جديدة للتخفيف من الميثان محليا. تحدث بشيء من التفصيل عن الغابات في أفريقيا وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال: لا نحتاج إلى تكنولوجيا بقدر ما نحتاج للحفاظ على هذه الغابات، فهي أكثر قيمة عندنا ولا بد من الحفاظ عليها بدلا من تدميرها. هنا أشار لبعض الغابات داخل الكونغو بالتحديد داخل القارة الإفريقية. قال: اعتمدنا التحدي الأخضر للشحن، وجاء ذلك بالتنسيق مع النرويج. أعلن عليكم، وهذا جزء مهم، قال: أعلن عليكم 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر للطاقة النظيفة، يوفر 10 جيجا وات من الطاقة النظيفة في عام 2035 ستحصل عليها مصر. 4 مليارات من الأمطار المكعبة من الغاز الطبيعي تخسرهم مصر، سنعمل على عدم فقدهم. اختتم كلامه قائلا: الولايات المتحدة قائد يمكن التعويل عليه في قضية الحفاظ على المناخ عالميا. وقال: أشعر بالتفاؤل، نفي بوعود القيادة والزعامة، ونسترشد بالشباب وقدراتهم، فلنمد يدنا بعضا البعض، كوكب نحافظ عليه لأجيال المستقبل، واقتصاد نظيف وفرص أفضل لأطفالنا. المزيد ينضم لنا سيادة السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أرحب بك سعادة السفير. أهلا بك سعادة السفير. بداية أبدأ معك فيما يخص مصر والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، 500 مليون دولار لتمويل تحول الطاقة النظيفة في مصر. الحقيقة مكاسب عدة أذكر منها كما أشرت سيادتك، 500 مليون دولار التي ستتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا لتحويل مصر للطاقة النظيفة حتى تتمكن من تدبير 10 جيجا وات من المصادر المتجددة الخضراء في 2030، وكذلك تحسين استخدامات 4 مليار متر مكعب من الغاز تفقد بالحرف سنويا. وأعتقد أن كما ذكرت ذلك هو أحد مكاسب قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ.
وقع الأمر أن زيارة الرئيس بايدن هي في حد ذاتها مكسبا هاما لدعاة الحفاظ على البيئة وحماية كوكبنا أمام هذا الخطر الداهم الذي بات يتعددنا جميعا. شراكة الولايات المتحدة لمصر وباقي دول العالم في مواجهة تبعات تغيرات المناخ هو مكسب هام، فالولايات المتحدة هي ربما الملوث الأول لكنها هي أيضا الدولة الصناعية الكبرى الأولى على مستوى العالم، فالتزامها يشكل في حد ذاته إضافة لجهود مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والالتزام بالتعهدات الدولية. إضافة إلى ذلك أنا أعتقد كما عددت المكاسب، مكاسب الكوب 27 لا تتوقف فقط عند ال 500 مليون دولار الذي تعهدت بها ثلاثة من الشركاء الدوليين ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن أيضا التزام الولايات المتحدة بعملية التحول المناخي ومواجهة تداعياته شراكة مع الأسرة الدولية. وكما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية هو تحدث عن أهمية العمل معا وعن أهمية الشراكة وعن أهمية الوفاء بالمسؤوليات والتعهدات بما يحقق التزام الأطراف الدولية الملوثة. وسمها سعادة السفير الرئيس السيسي أطلق عليها قمة التنفيذ، هي بالفعل implementation، التطبيق هو عنوان المرحلة وعنوان هذا المؤتمر. فلم يعد هناك مساحة يمكن أن نتسامح فيها حتى نحافظ على الكوكب. هو خطر لم يعد يهدد دولة ولا إقليم ولا يهدد قارة، هو يهدد كوكب. وبالتالي الالتزام بوقف الانبعاثات الحرارية لتصل للمعدلات المحددة في اتفاقية باريس هو أمر أصبح الآن ضروري وحتمي. أنا أعتقد أن العدالة المناخية أيضا التي تحدثت عنها مصر وتحدث عنها الكثير من شركائنا في هذا المؤتمر الدولي الكوني الهام هو أمر هام جدا وضروري، وإلا إذا ما تركنا بعض الدول كإفريقيا والعالم الثالث خلفنا فلن يتمكن أحد من الخروج بهذا الكوكب بعيدا عن مخاطر المحرقة التي تتهدده. هناك أيضا ما ذكره أنطونيو غوتيريس عن جهنم مناخية، نحن في صراع مع الزمن. وكما أكد الرئيس بايدن اليوم موقف الولايات المتحدة هو موقف متقدم. أضف إلى المكاسب العديدة أيضا قيادة مصر للمجتمع الدولي في واحدة من أهم القضايا الأهم على الساحة الدولية، بل والقضايا المصيرية كما كان موقفها من الهجرة غير الشرعية في المقدمة ومن الإرهاب الدولي في المقدمة، هي الآن تتصدى الأجندة الدولية. وأيضا سعادة السفير مصر لم تغفل دورها عن القارة الأفريقية. الرئيس الأمريكي أعلن عن تمويل خطة التكيف بريبر خاصة بأفريقيا ب 150 مليون دولار، وقال هذا الأمر حدث بالتنسيق والتعاون مع مصر. نعم بكل تأكيد، يعني بدء تنفيذ التعهدات، هم تعهدوا ب 100 مليار، ربما الرئيس ماكرو خفض المستوى إلى 20-30 مليار، هو أمر هام جدا وضروري. أفريقيا لا يمكن أن تترك، أو حتى آسيا وتبعات، رأينا الفيضانات الهائلة في باكستان وما تعرضت إليه العديد من البلدان. شراكة الولايات المتحدة الأسرة الدولية في العمل الجاد، يعني عندما تحدث الرئيس بايدن عن أهمية الحفاظ على أحواض الأنهار وغابات الكونغو، هو حوض نهر الأمازون وغاباته، كل هذه المكاسب الطبيعية التي هي هبة إلهية ندمرها. أعتذر منك سعادة السفير، لتبقى معي نأخذ هذا الخبر العاجل، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة الرئيس بايدن إلى مصر، مؤكدا على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلا عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
من جانبه ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقا وحليفا قويا تعول عليه في المنطقة، معربا عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي وإسهاماتها بقيادة الرئيس في تحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة كافة. أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة والمحورية في هذا الإطار، بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. بالمقابل أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية. كما تم تناول ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا السياق على إرادة الدولة الثابتة حكومة وشعبا على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك الآفة وتقويض خطرها أمنيا وفكريا. وقد أشاد الرئيس الأمريكي من جانبه بنجاح الجهود المصرية الحاسمة في هذا الإطار وما تتحمله من أعباء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معربا عن دعم الإدارة الأمريكية لتلك الجهود، ومؤكدا أن مصر تعد شريكا مركزيا في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية وامتداد تداعياتها السلبية على مستوى العالم، خاصة في قطاعي الغذاء والطاقة، فضلا عن التباحث بشأن تطورات الأوضاع في كل من ليبيا واليمن وسوريا. حيث أكد الرئيس السيسي على أن الوصول بالتسويات السياسية لتلك الأزمات يرتكز بالأساس على ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية وإنهاء تواجد المرتزقة والميليشيات الأجنبية من المنطقة. كما تطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي تمسك مصر بالحفاظ على أمنها المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر، وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. ومن ثم أهمية الدور الأمريكي للاطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة. أعود إليك سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، وبداية كيف تعلق على هذا الخبر؟ بالفعل هذا هو الشق السياسي والاستراتيجي من هذه الزيارة الهامة. عندما بدأت حديثي عن مكاسب عدة، نعم، حدثت عن أرقام ومبادرات وحضور أمريكي على ساحة قضايا المناخ وزيارته إلى شرم الشيخ، ولكن لقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المحفل الدولي الهام وأمام أنظار العالم والصحافة الأمريكية والعالمية هو أمر هام جدا، حتى يتبادل الرئيسين أمام هذا الزخم الرئاسي والدولي والإعلامي هذه القضايا ليعلم العالم التزام مصر بقضايا منطقتها وقضايا الأمن والاستقرار الدوليين. فكان الحديث واضحا وصريحا عن القضايا التي تهم المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي أنا الأوان ومع حكومة إسرائيلية جديدة أن تتخلى عن الجمود والتعنت والممارسات الفجة التي لم تعد مقبولة وفقا لقواعد القانون الدولي، وأن أمن الشعب الإسرائيلي مرتبط بتحقيق السلام كما تحقق بين مصر وإسرائيل وبين مصر والأردن. القضية الفلسطينية في القلب، وكانت هي رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي
في صحبة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم. الحديث اليوم عن قضايا تتعلق بالإرهاب الدولي، كما ذكرت في بداية حديثي أن مصر في طليعة الدول التي تواجه القضايا الدولية الشائكة والحادة، وعلى رأسها كانت قضية الهجرة غير الشرعية وقضية مكافحة الإرهاب الدولي الذي وقفت من مصر أمامه وقفة جادة. ولعل الحديث اليوم عن الميليشيات المسلحة والقوات الأجنبية على الأراضي الأخرى للدول ومنها أرض ليبيا الشقيقة، ووجود ميليشيات وقوات أجنبية على أراضيها وما يسبب هذا الاحتقان في المشهد السياسي الليبي، لم يكن السيد الرئيس أيضا والرئيس بايدن بعيدين عن الإشارة بشكل واضح وصريح لقضية سد النهضة. فإذا كنا نتحدث عن حوض نهر الكونغو وحوض نهر الأمازون للحفاظ على البيئة الطبيعية، كيف لك أن تفتت نهرا كنهر النيل وتبني عليه صروح أسمنتية عملاقة لتهدد مقدرات شعب خلق الله المياه لرفعة شأن الحياة بين كل الدول؟ وبالتالي الدفاع عن قضية سد النهضة هو دفاع عن البيئة. القضية المائية هي في قلب 80% من القضايا البيئية هي قضايا مائية، ولعل يوم سيخصص ضمن الأيام الشعار أو الثيماتيك داي ستخصص للمياه، إدراكا من القادة أن المياه هي جزء رئيسي من قضايا البيئة. علينا أن نركز في المرحلة القادمة على البعد البيئي لقضية مياه النيل، هي قضية إيكو سيستم، نظام بيئي تهدده صروح أسمنتية تبنيها إثيوبيا في أعالي الله. بالتالي دعوة السيد الرئيس ويقدم الحل القانوني، الاتفاق القانوني الملزم الذي يكفل مصالح كل الأطراف. أضف إلى ذلك أن الحديث مع الرئيس بايدن جاء أيضا متابعا للتعاون مع مجلس النواب الأمريكي من خلال لقاء السيد الرئيس أمس بنانسي بيلوسي، هي أيضا سيدة صاحبة قرار ومؤثرة، فأننا نتحدث اليوم مع القيادة الأمريكية وأمس مع الشعب الأمريكي ممثلا في ممثلي ونوابه. أنا أعتقد أن أيضا الإشادة بمصر وموقفها الرائع فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية. أشكرك وأعتذر منك سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. الآن على الهواء الرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر من مطار شرم الشيخ الدولي، نتابع هذه الصور الحية على الهواء الآن. لأن كما تتابعون هذه الصور الحية تأتيكم من مطار شرم الشيخ الدولي، حيث الاستعداد لإقلاع طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد زيارة لمصر كان ضيفا فيها على أرض الكنانة لحضور قمة المناخ كوب 27 في استضافة العاصمة المصرية وطبعا مدينة شرم الشيخ مكان الاستقبال. أمور كثيرة تحدث فيها الرئيس الأمريكي في لقائه الخاص مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديث عن الطاقة، حديث عن السياسة الدولية، حديث عن المشكلة الروسية الأوكرانية، وحديث عن يعني تتابعون الآن الرئيس الأمريكي يصعد سلم الطائرة استعدادا ل توديع مدينة شرم الشيخ بعد رحلة ناجحة تشاهدونه الآن. وهذه ربما تكون تحية لمن يقفون لي وداعه، هي لحظات مهمة في تاريخ هذا العالم، حيث هذا المؤتمر الكبير للحفاظ على الطاقة الخضراء
ودعم المشاريع النظيفة لتوليد الطاقة الخضراء. كوب 27 قمة عالمية، هي القمة الكونية الأكبر، وهي ناجحة بكل المقاييس، على المستوى البيئي، المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي. عندما نتحدث عن ما صرح به منذ دقائق خلال إلقائه كلمته الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث عن أرقام كبيرة، تحدث عن 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر للطاقة النظيفة، إضافة 10 جيجا وات من الطاقة النظيفة تحصل عليها الدولة المصرية وطبعا الشعب المصري في عام 2030، 4 مليارات من الأمطار المكعبة من الغاز الطبيعي كانت تخسرهم مصر في الفترة السابقة، لن يحدث ذلك بعد هذه الفترة. تشاهدون الآن هذه الطائرة الرئاسية الأمريكية في مطار شرم الشيخ الدولي، ربما تقلع الآن من هذه البقعة الآمنة في العالم، ومصر هي بلد الأمن والأمان. تعلمون مدى الاحتياطات الأمنية الكبيرة التي يتخذها الرئيس الأمريكي وإدارته والقائمون على تأمينه، وهذا دليل كبير على ما تتمتع به الدولة المصرية من أمن وأمان. كما قلنا هي زيارة ناجحة، وعندما تحدث الرئيس الأمريكي عن مصر في بداية كلمته قال: أتحدث إليكم من هنا، من مصر، حيث التاريخ، حيث الأهرامات، الآثار العريقة الشاهدة على عبقرية البشرية عبر آلاف السنين. إذن للتعليق أيضا ينضم إلينا الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي. أرحب بك أستاذ شريف. أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير عليك. أهلا بك أستاذ شريف. إذن هي زيارة للرئيس الأمريكي إلى مصر ناجحة بكل المقاييس، وأنا كما تابعت معنا على شاشة إكسترا نيوز على الهواء مباشرة الاستعداد لإقلاع طائرته من مدينة شرم الشيخ. أبرز ما قرأت من هذه الزيارة أستاذ شريف؟ أولا اسمح لي أن أؤكد بأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم وكلمته أمام كوب 27 هي اعتراف أمريكي بنجاح السياسة المصرية على مدى السنوات الماضية، وهذا يتضح من خلال التحول الكبير في السياسة الأمريكية وفي الخطاب الأمريكي خاصة تجاه مصر، وأن يكون هذا الخطاب هو اعتراف بدور مصر الكبير والرائد في المنطقة، في رأيي أنه يمثل نجاحا كبيرا لسياسة الدولة المصرية ونجاحا كبيرا للقيادة السياسية في كيفية إدارة الملفات على مدى السنوات الماضية. ربما يعلم السادة المشاهدين أن الإدارة الأمريكية كانت لها وجهة نظر في أشياء كثيرة تجاه الدولة المصرية، ولكن هذا التحول يؤكد أن مصر هي صاحبة القرار، ويؤكد على الجانب الآخر أن قمة المناخ كانت قمة مهمة بالنسبة لمصر، وأن مصر بعد كوب 27 غير مصر قبل كوب 27 لعدة أسباب. أولا العالم كله وليس جو بايدن على وجه التحديد، العالم كله الآن يتحدث من مصر، يتحدث من شرم الشيخ، وأنا في رأيي أننا لو كلفنا كبرى شركات العلاقات العامة العالمية صحيح لتسويق مصر بهذا الشكل لن تستطيع أن تقدم حملة رائجة وناجحة مثل ما حدث في كوب 27. أيضا أتوقع
اعتراف جو بايدن بالدور المصري الرئيسي في المنطقة، ولعل ذلك يتمثل في وجهة النظر تجاه القضية الفلسطينية، وهي القضية المحورية في المنطقة، خاصة أن مصر لعبت دورا كبيرا خلال الفترة الماضية في الملف، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة وغيرها، وهي من القضايا التي مهدت لتحسين العلاقات بين البيت الأبيض وبين القاهرة. وأعتقد أن الدور المصري الآن سيكون له شأن آخر، وأن الفترة المقبلة ستنتج على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي نتائج جديدة لم تكن متاحة على الأقل خلال العام الماضي. أعتقد أن حديث الرئيس الأمريكي عن الطاقة النظيفة ودعم مصر في إنتاج الطاقة النظيفة ودعمها، وخاصة وأيضا أستاذ شريف التنسيق مع مصر لخدمة القارة الإفريقية. نعم نعم أيضا، وخاصة أن 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 مصر لديها سياسة معتدلة جدا في ذلك، أيضا في الحفاظ على أنها المائي، وهو جزء على فكرة من العمل البيئي وجزء من الحفاظ على الحياة. موقف مصر من سد النهضة، موقف مصر من المنظمات الإرهابية، وربما ذلك ما انعكس على الخطاب المصري الذي ألقاه السيد الرئيس في قمة الجزائر قبل أيام حول فكرة محاربة الميليشيات ودعم الجيوش الوطنية. كل ذلك يعني عفوا على المقاطعة، أخذتنا لنقطة مهمة جدا أستاذ شريف، عندما تحدثت عن قمة الجزائر من الكلمات المهمة بداخلها التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حذر الأمم والدول العربية من فكرة الاستقطاب الدولي، وأنت تعلم الاستقطاب دائما ربما يكون بين أمريكا والكتلة الغربية وأيضا الكتلة الشرقية. ورغم هذه الكلمات اليوم يأتي الرئيس الأمريكي، وقبله بأيام تأتي نانسي بيلوسي وقادة الإدارة الأمريكية، الرجل يقول مصر أم الدنيا، ويقول أحدثكم من حيث الأهرامات والأثار العريقة الشاهدة على عبقرية البشرية آلاف السنين، وأيضا يتحدث عن هذه الاعتمادات المالية الكبيرة. حدثني عن قوة الدبلوماسية الرئاسية المصرية. القوة تتمثل في هذا التحول الكبير الذي رأيناه قبل قليل. هذه الزيارة التي استمرت لمدة 4 ساعات لا يجب أن تمر مرور الكرام، لأنها ببساطة تعني أن الإدارة الأمريكية التي حسمت مجموعة من وجهات النظر والأحكام شبه النهائية في التعامل مع الدولة المصرية قد تراجعت تماما، وأن هناك تحول كبير. هذا التحول تمثل ويتمثل في نجاح كبير للسياسة المصرية، خاصة حينما فرضت مصر إرادتها في التعاون مع عدة ملفات، ومنها مثلا الملف الليبي في مسألة المرتزقة وفي مسألة محاربة الإرهاب والحفاظ على الدولة الوطنية والدولة الوطنية المصرية، وأيضا حفاظا على الأمن الليبي. نعم. حينما حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخط الأحمر بسيرة الجفرة، أيضا وجهة نظر مصر من ملف النيل ومن قضية سد النهضة، خاصة أن مصر ليست ضد التنمية وليست ضد تمتع أي دولة إفريقية، ولكن دون ضرر لأحد وطبقا للمواثيق الدولية، دون ضرر للموقف المائي المصري عبر التاريخ. ومن حق مصر كدولة كبيرة وعظيمة أن يكون لها هذا الإطار. وفي رأيي أن ما مهدت إليه السيدة نانسي بلوزي من أمس وكلمتها المهمة جدا التي ألقتها، وأيضا الزيارة الأمريكية النهاردة، هو تحول كبير في الإدارة الأمريكية ووجهة نظرها إلى الدولة المصرية وإلى السياسة المصرية. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي، كنت معي هاتفيا من القاهرة.
هذا وأكد رئيس عبد الفتاح السيسي قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا خلال استقباله نظيره الأمريكي جو بايدن في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ كوب 27 إلى أنه تم إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في مصر ومبادرة للحوار الوطني، كما توجد لجنة للعفو الرئاسي للنظر في القوائم التي تستحق الإفراج، مؤكدا أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد، فيما أشاد الرئيس الأمريكي بالدور المصري في القضية الفلسطينية وموقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية، معربا عن شكره للرئيس السيسي على استضافته ودعوته لحضور مؤتمر المناخ كوب 27، مشيرا إلى أن مصر المعروفة بأم العالم بأكمله هي المكان المناسب لانعقاد هذه القمة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ كوب 27. فخامة الرئيس، اسمح لي ارحب بيك اهلا وسهلا في مدينة شرم الشيخ، والوفد المرافق ليك اهلا وسهلا. واسمح لي اقول لك ان مناسبه عظيمه قوي ان احنا السنه دي بمر 100 سنه على العلاقات او تشييد العلاقات المصريه الامريكيه. واسمح لي فخامه الرئيس ان زيارتك لمدينه شرم الشيخ الحقيقه بتعكس قد ايه قوه العلاقات وقد ايه قوة الدفع اللي هتتحقق فيما يخص المؤتمر مؤتمر المناخ. فرصة فخامة الرئيس ان احنا ندي قوة دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بوجود فخامتك معانا هنا. امبارح كانت في فرصة رائعة جدا بلقائي مع السيدة نانسي بلوسي رئيس مجلس النواب والأعضاء، وتحدثنا كثيرا في موضوعات مختلفة، وده كان أمر رائع وجميل الحقيقة. الحقيقه اسمح لي فخامه الرئيس، انا شايف طبعا موجوده معانا الصحافه الامريكيه، ومهم قوي ان او فرصه لينا ان احنا نتحدث لهم عن تطورات الاوضاع على الاقل اللي موجوده في مصر، وانا عارف ان ده محل اهتمام ليهم. اولا انا عايز اكد لكم العلاقه الاستراتيجيه القويه بين مصر وبين الولايات المتحده والتي لم تتغير على مدى اكثر من 40 سنه. First of all, I'd like to emphasize the strength of the strategic relationship between Egypt and the United States that has not changed over 40 years. ودائما كان التفاهم المشترك في كل الموضوعات اللي بتخص قضايا المنطقه كان دائما التوجه فيها توجه واحد. There has always been common understanding regarding all the issues relating to this region. في موضوع دايما بيبقى دايما محل نقاش، وده امر احنا نقدره جدا، هو اللي هو خاص بموضوعات حقوق الانسان. واسمحوا لي اقول لكم ان احنا يعني دائما في هذه الموضوعات بيبقى لينا مقاربه شامله اسمعوها مننا في مصر، وارجو انك تتابعونا معاها لان احنا حريصين ايضا على هذا الموضوع وعلى التطوير انفسنا فيه. In this particular regard we have a comprehensive approach that I'd like you to listen and hear from us about it and to follow it out because we are very keen on improving this file. احنا اطلقنا استراتيجيه لحقوق الانسان في مصر. We have launched a national strategy for human rights. ثم اطلقنا مبادره للحوار الوطني في ابريل من هذا العام. Then we launched another initiative for national dialogue. وكانت مصاحبة ليها لجنة للعفو الرئاسي
تقوم بمتابعة القضايا المختلفة، والقوائم اللي بيتم تقديمها بيتم يعني التوقيع والتصديق عليها. This was coincided with a committee for presidential amnesty. This is following up all of the relevant issues and all the lists that are suggested are being approved. مش من اللائق ان انا اتكلم كتير في حضرة فخامة الرئيس عشان اللقاء يعني، ولكن عايز اطمنكم ان الامور في مصر تسير بشكل جيد جدا. I don't feel that this would be very much appropriate because all the time speaking while Your Excellency is here, but I just wanted to address in general that the topics that are upcoming. فخامة الرئيس برحب بيك، اهلا وسهلا. Your Excellency, I welcome you. I can listen to you much longer. I appreciate that. I'm serious. I appreciate that. Thank you. It's, first of all, thank you for hosting the COP27. You know, Egypt, the long called mother of the world. So it seems appropriate that you hosted this environmental effort. And thank you for, reminding us the urgency of this crisis. It is an urgent crisis, and we all have to do considerably more. Yes. And that's why we sent our best, Secretary Kerry. He's forgotten more about the environment and what we need to do than most people know. And Egypt has been, by the way, a key mediator. I appreciate what we're able to do with regard to Gaza, the strong counterterrorism partnership that we've established. In the face of Russia's war in Ukraine, Egypt has spoken up strongly to the United Nations, and that is appreciated very much as well. Today, we're also going to discuss a full range of bilateral issues, some of which you referenced, to preserving our strong defense partnership, to pursuing more integrated Middle East, and continuing our dialogue on human rights. And I'm glad to hear your commission. And I look forward to our conversation. You know, as we were saying, walking down the hall, it's hard to believe, but it's been 100 years since it's been so long. Yes. So I hope by the end of the commemoration of this year, we can even say we're closer, stronger in every way. Yes. So thank you for having me. It's a pleasure. Pleasure. فخامة الرئيس، شكرا على الاستضافة. نحن نتشرف بالتواجد معكم مؤتمر المناخ 27، ولا سيما في هذه المنطقة من العالم المعروفة بأم العالم بأكمله. ونعتقد أن هذه هو المكان المناسب لانعقاد هذه القمة. شكرا أيضا على تذكيرنا بالحاجة الملحة لمعالجة قضية المناخ. نحن ندرك أهمية هذا الموضوع، ولدينا أفضل شخص متخصص في هذا الخصوص وهو الوزير كيري، وهو الشخص الذي بعثناه لكي يتعامل مع هذه القضية. وطبعا نشكر مصر أيضا على دورها في أنها تلعب دور الوسيط فيما يتعلق بالوضع بغزة. وفيما نواجه هذه الحرب الروسية على أوكرانيا، كانت مصر اتخذت موقفا رائعا بالنسبة لهذا هذه القضية، وتحدثت بصوت عال ضد ما يجري. طبعا اليوم لدينا كثير من القضايا المشتركة التي سوف نتحدث بشأنها، وسوف نستمر في حوارنا بشأن قضية حقوق الإنسان. طبعا كما كنا نتحدث في طريقنا إلى هذه الغرفة،